يعني مشغولين ان شاء الله ان شاء الله عندهم شغل يا رب انهم يعطوني ان شاء الله العداد ونقول ان شاء الله انه مؤشر لتدوم ابتسامه بندر كفو عطونا مؤشر الاداء بسرعه التفاعل الممتاز ما شاء الله الحضور متواجد الانضباط ملتزم عطونا التغريده الاولى عاد ما 300 ريال تستاهلها تستاهل الطير ريال ينطح ريال ونقول بندر المطيري قبلة القرية وقبلة الشاشة الله يطول مبدع ومتألق وعفوي وبسيط ومختلف وجمهورك يتطلعون للمزيد مبسوطين فيك ونبغاك تكثف حضور وتواجد على البث مستمرين بدعمك فالك التوفيق التغريدة الثانية الله يبيض وجيههم ويجمل حالك استاهل بندر المطيري خلفك جمهور قوي يدعم ويتابع بشدة مثلت أهلك وقبيلتك خير تمثيل شخص متعاون متفاعل طموح ذو خلق طيب شخصية متجددة ركيزة وعمود ثابت إذا غاب يفتقد وإذا حضر عوض صاحب سوالف جلسات ممتعة تواجد قوي منتظرين الأقوى مكانك الأول الكل يثني عليك حافظ على نقاطك وابداعاتك الله يطول بعمرك نزل واحد مقطع للشيخ أنا متحمس للمقطع صراحة تستاهل يقول بعد غيبة قصيرة جيتكم يا حضرة الجمهور طموحي عالي ولا جيت غير أبغى الرصيدية أنا مالي بحي الله مشارك ما له أي دور أنا اللي مسمعني قال حي الصوت يا حي جمهورك المطروخ بالعز وافي مهما مدحنا به يبقى خرافي معك معك ثابت بدون اختلافي يبقون صفك ولو صار ما صار جمهورك المطروخ بالعز وافي جمهورك المطروخ بالعز وافي عجب مدحنا فيه يبقى خرافي معك معك ثابت بدون اختلافي سلام الله 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 وش يعني هل تعتقد ان الحياه توقف على اشخاص حنا ثلاثه وصح ان الدنيا فاضيه ولكن لا بدي انك يعني تصنع لك الله يبيض وجهك انه منير والبرايم يعني لخبط جميع الاوراق ولا حضور الجميع يهمنا بندر الكاميرا امامك والشباب خلفك ويسارك الديكور ويمينك الشاشه انطلق الله يبيض وجهكم ويجمل حالكم كل من دعم وابشروا بي والله اني عندها قوتكم وزود باذن الله وابشروا بالعلم اللي يجمل كفو احس عندك كذا حس فني سمعنا مقطوع تذكر عيشي على التذكار وان كان يحصل لك تناسيها بفراق تالي انتهت الاخبار سلام عشرة حياة اليوم ما فيها الراكبة مع الكوبرا الراكبة صارخيني نمليه 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 يا الله يا لوك ما شاء الله حريقة طيب المتسابق ما قبل الأخير تعال حسن أول شيء تفضل معي الستيج أستاذ عبد العزيز الله يطول عمرك اللهم آمين تفضل تفضل شو خايف؟ لا أحس ها؟ خاطب الجمهور هذا ولا خاطب الجمهور هذا؟ فيها أي عادي أتكلم الحين هذه نقبلها هدية ولا رشوة؟ عشان نكون في الصورة لا لا أسلم معي أسلم الله يرضى عليك هذه هدية مقدمة من شركة كارديال لك الله يبيض وجهك إدارة بداية الله يبيض وجهك وجهك ابيض وانت وجيههم وانت سفير كارديال اي نعم هذا عز الله انك يعني خير من يمثلهم ما شاء الله الله يبيض الكاميرا لك طال عمرك اكيد ان كل شركه بما ان نهايه السنه يعني لهم تخفيضاتهم الشكر اول شيء موصول لك والكارديال وللاداره على الهديه الجميله الله يطول لي في عمرك المايك لك طال عمرك مشاهدينا الكرام اليوم بتكلم طبعا مو باول مره اتكلمكم عن شركه كارديال تكلمت كم مره والمعروف لا يعرف عن شركة كارديال وخصم نهاية السنة هذا مو بزي أي خصم كارديال تقدم لكم خصم للساعات الألماسية 50% ممتاز. غير خصم بي دي ون لا جيت تشتري ساعة تجيك هدية مجانية ساعة سواء ساعة أو اكسسوار أو سوارة حسب اللي أنت تبغاه والساعة المجانية حسب اختيارك أنت
ممتاز. أما الساعات العادية عليها خصم 20% ونفس الشيء تحتاج إذا ساعة مجانية أو إكسسوار أو سوارة، والساعة المجانية حسب اختيارك أنت بالمتجر نفسه بيطلع لكم الكود على الشاشة وحطوا الكاميرا عليه وبينقلكم للرابط. وغير كذا عندهم ضمان لمدة سنتين، أي عطل عندك في الساعة تتواصل مع خدمة العملاء ويجون لين بيتك يستلمون الساعة وترجع لك كأنها جديدة. يا سلام، كود الخصم موجود على الشاشة بيديوان. والباركود موجود، وترى العرض عندهم خرافي، ظاهر إنه واحد زائد واحد أي مجاني. واحد زائد واحد مجاني. ممتاز، الله يبيض وجهك كبير ولا يهينك، ولكن هذا لا يعني أن يغير شيء بمجرى العداد حسن العجمي للأسبوع المنصرم. ونقول بسم الله الشغل. وين تتوقع؟ إن شاء الله الأخضر. والله حلوة العوض، الحمد لله قدام العوض ولا القطيع إن شاء الله، الله والعوض قدام. الأسبوع الجاي يا حسن مؤشرك التفاعل جيد، الحضور متواجد نوعا ما، الانضباط ملتزم نوعا ما. أعطونا التغريدة لحسن العجمي، تفاعلك وتواجدك على الشاشة جدا جميل وخفيف نفس ما شاء الله، وسواليفك وقصصك جميلة جدا وممتعة، وصوتك ما راح نختلف عليه، ونتمنى تحقق كل شيء تبيه، كلها فترة وبتمر، استغلها صح واستفيد منها، عيشها بحلوة ومرها، واصنع لك ذكريات حلوة ترجع لها على طلعت. وآخر شيء والأهم، الأوفياء دائما هم معك. ما قصر والله، أنهم دائما معي وبيض الله وجيهم، والعوض إن شاء الله قدام. بيض الله وجهك. شكرا على دي يا حبيبي، الله يبيض وجهك. أستاذ عبد الله الزهراني، من تتوقعون ختامها مسك؟ ما في احد معنا، خلاص خلصنا بقى. ابو احمد، خلصنا ابو احمد صدق. طيب اعزائنا المشاهدي ايش اللون؟ انت ايش تتوقع يا انا الصراحه اسمع، انا اعطيك الصدق الصدق. اي يسلم، انت قيس على نفسك. انا استاهل اخضر. انت تستاهل. اي والله استاهل اخضر. اي تستاهل طيب. ليه؟ لاني عبد الله حيدر العين. كيف بما انك تستاهل اخضر ابى اجيب لك خضروات. يبقى يستاهل اخضر يكون. اجيب لك خضروات، ايوه، اجيب لك عصير جرجير، جرجير، فوكادو، عوار قلب، خس، ومؤشر اخضر فنان. مؤشر اخضر فنان. طيب مؤشر اخضر ان كان ودك يعني تطلع لنا على الشاشه. انا ايوه تغريدتين ومقطع. خلونا نشوف العداد العبد الله الاسبوع هذا. بس دقيقة قبل عداد. بدأ خلاص؟ ايه خلاص اشتغل يلا. والله ما لهم داعي. اصفر. والله حلوة حلوة، انا عليه معلش. حقك تدري؟ حقك فنانة فنانة حق. طيب قول لهم ليش يعني؟ اي صدق لهم والله. اعترض اعترض، انا معك، انا في صفك. اسمع والله اني متفاعل صدق. ايه ليه؟ بصوت عالي. لا بس هذا لازم يعني انك تبرر. انا حسب بتقول لي شيء اقوله. لا قول لهم يعني يعطونك مبرر على هذا. صح كاميرا لك، بررولنا يعني وش سويت انا ما تعطوني اخفر. إيه؟ علموني ليه عشان اصححها. والله اني انا متفاعل، واني صح اني البارح شفت تعليق مروح شوي وش يقولون. لا في الشاشه هم طلعوها لنا. لا اي يقولون هو يسولف، انا اتوتر ما ادري ليه. يقولون مزدر. يقولون مزيد رصيدك واحد الى الحين هو عند الناقه. طيب ونفلح. وين يفلح؟ وين تبونه؟ عنده يمكن سبع لوكيشنات، مو جالس لوكيشن واحد من بدايه البرنامج. يا اخي اخر الليل تبغى تشوف القمر، تبغى تشوف الناقه، تبغى تشوف الجو فن حلب الناقه. ترى والله يطلع لنا حليب. انت ارتحت الجلسه الظاهر، ما تدري ان وراك نمونيه، ولا تدري ان بننهي الفقره. اي صح 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 آه صح صح. بس مو مبرر، مو مبرر. ليه اصفر؟ ليه اصفر؟ انا معك. اما انا ما ادري، انا احس والله في 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 شيء. إيه عادي يعيدونه. ها لا يعني عادي. طيب خلونا نشوف المؤشر خاص في ابو عابد الاسبوع الماضي، ونقول شد حيلك يا عبد الله. التفاعل جيد، الحضور متواجد نوعا ما، الانضباط ملتزم نوعا ما. ترى ها اسمع، شوف الحداد. ايوه على طريق بدايه الاخضر. ليه ما غيرت بدال اللوكيشن؟ الناقه جيت المطبخ واسوي شيء. البارح غيرت، ما عاد جلست فيه والله. من البارح ما عاد جلست فيه. تنكر عقب اللي باقي اسمع التعليق. كاو التقييم ترى 70%، يعني نسبه مرتفعه جدا ان شاء الله. باقي تك بس تشد حالك ان شاء الله. انت حتى الاحمر منك فنان.
الله يطول عمرك. الله يطول بعمرك حتى انت. عطوه احمر يستاهل. لا طيب التغريده بطلعها، بس قبل لا نطلعها ابغاه يقولها بلحن، ابغاه يشيل التغريده بلحن يعني يقراها بنغم لعب. عشان هذه تحسب له في تفاعل الاسبوع لعب الجاي. انت ورني بس وكان لعبته غط وجهك يا بندر. وروه التغريده التغريده وكان التغذية عبداء طويل جوعان طويل. يلا ابغى اول شيء ابد بموال عبد الله الزهراني. عبد الله عبد الله الزهراني ها اسمي ما يتلحن. ممتاز اسمي فنان ممتاز. صاحب 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 شخصية جميلة وممتعة على البث بس مشكلته بس مشكلته الحين هي ود بقراها اسكت اسكت سمعوا لا تسمعوا مني. صاحب شخصية جميلة وممتعة على البث بس مشكلته الحين يتوتر من الكاميرا ابو احمد وباقي ما اندمج مع بعض الشباب نصيحتي واقسم بالله اني امون عليهم كلهم واني مندمج معهم كلهم. صح. الوقت يمضي بسرعة حاول تبرز نفسك اكثر وتنوع في الجلسة. تعال الحين السؤال هذا هل تتوقع انه صحيح؟ يعني هل ما زال قرب 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 ما عاد اشوفها. قرب قرب هنا قرب لا وقف هنا وقف هنا قرب هنا 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 طالع فيها عينك عينك زي اللهب. لا عندي انا كف عندي انا انا مسؤول عن هذا الموضوع. عينك في عين الكاميرا. عيني في عينها. انا احس اني فتحت منها. ايوه دقيقه ايش موجود هنا في التغريده؟ لا بس الحين يتوتر من الكاميرا. اسمع دقيقه هو ده كبر مره كبر يا ود انا قاعد اشوف النونه. سلامات. طيب اسمع والله عبد الله قرب قرب يا عبد الله بالله قول لهم انك ما انت متوتر وبالعكس انا اصلا يعني ما اخاف من الكاميرات من اي قرب طيب قرب ايش مالك اني قريب وين ادخل ادخل في عيونهم الحين انا انا اصلا ادمي ما اخاف من الكاميرات الكاميرات تخاف مني كفو و وين بندر وحسن لا لا خفت من الكاميرا ما تبغى انا ما خفت انا هلا انا ما اخاف كفو بس المره الاسبوع الجاي ايه جيبوا اخضر هذه ما طلعت وجهك طالع الشاشه كذا السلام عليكم. لا اذا ما طلعت ليمونيه يعني. طيب عبد الله هل الجمهور يطلب منك انك يعني تغير الجلسه يقول اي تكسر هذا التوتر من الكاميرات لانك يا عبد الله ما شاء الله ترى قديم بالمجال. اي والله تخيل لي سنتين وانا لا حط ابوك شد ابوك. اي مثول عندك ما شاء الله نشوفك ونشوف ابداعاتك فانت يعني تعديت المرحله هذه انك توتر الجمهور حريص على حضورك فوقها 200 ريال. نقطة ريال خلنا نقطة يعني نقطة ولا ريال أيا كان ريال ينطح ريال سهلة سهل طيب وغيرها إيش بكتا يعني وراك نومني والناس هناك تجاهل أحد يملمن وجهك والله عذرك سمي فهمت صادق أفلح خلاص أفلح الله يطول عمرك بالله أقول لهم الأسبوع الجاي أخضر أقول لهم بفلح خلاص عطوه الأسبوع الجاي أخضر أي أيوه والله يستاهل يستاهل مع السلامة يلا يلا مع أخويك مع السلامة يلا الله يوفقك مع السلامة مع السلامة مع السلامة يا هلا يا هلا يا أبو عاب يا هلا يا مع السلامة مع السلامة مع السلامة أيوة هذا والله الظاهر إنه نفس الكنب اللي عندنا شو الشخصية ما عرفتك من بعيد ما عرفتك تكفى عطنا زامل على اللوك ذا لبيه عطنا زامل والله صوتنا تعبان أي شيء طول الأيام صوتكم تعبان يا ابن الحلال ما أرد يا كلنا في بارد البس بجامة يا ابن الحلال عطنا صوت على خشمي على الشحم بالنظارة بعد طبعا هذا إيه؟ كنا في عزيمة هسنا وقالوا الشيبان ودنا نغير الجو إيه بزامن نصحي عرفت نشطه القلوب إيه فيقولون نحمد الله خير ما حين نقول خلق ابن آدم برزقه تكفل ملك الدنيا بحيطانها اسمعوا ذا القول يا اهل العقل احمدوا ربي على ذي النعايم ترعد والنفس شيطانها سلام يا خلصي سلام بيض الله وجهك وجه كبير صح صوت الله يرفع قدرك شوف العدسه هنا قدامك انت سفير الوقف كنت سفير الوقف كنت وخذيت سوارتك طيب. بالشركه حنا هلا هلا سلام
جبل حلال روح اشتاقي لابوي الله يسعدك والدي وانت ايش بعد وتسوي انت معهم في نمله اجتمعوا الاصوات الزينه تعال يا حمد جهز لي شيء تكفى اي شيء اي جهز لي اي شيء بينما الشيخ نبغى كلام يبقى لك ويبقى لي ويبقى لحمد ويبقى للشباب ويبقى ان شاء الله بعد عمر طويل يعني كلام للذكرى وكلام خير للوقف الله يرفع قدرك بما انك كنت سفير سابق شيخ الله يستعين مني وياكم بطاعته اللهم امين والله يجعلنا مفاتيح للخير يلا يا رب يلا يا رب والواحد في هذه الفرص يشتغل بنفسه فانت مع استثمار مع الله سبحانه وتعالى وفرصه انا في ايه اتمثل بها دائم للي تقاعش عن الطاعه اللي كره الله بعاثهم وثبطهم عرفت الله. اعرف اذا وفقت للطاعه فان الله اختارك بالاسم وبالهويه وبفصيله الدم عرفت الوقف الان يشيد وينتظر الداعمين هو ايام بسيطه ويكتمل الوقف يا سلام ويجيك الفزع يفزع هات سمعت فهذا صدقه هو شيء عظيم باب عداد حسنات لين تموت يا سلام انا مسكت سواره الوقف قبل اسبوع والحمد لله حصلنا نتائج طيبه وحصلنا دعم وحصلنا الناس يبغون الاجر ما شاء الله لكن يبغون التوجيه بس يا سلام وبيكونكم عمارهم على قول ترى بالله جل وعلا الله يتقبل منا ومنكم واوصيكم ونفسي واوصي المشاهدين بان يتبرعوا في هذا الوقف وين يستغلوا هذه الفرصه العظيمه والله يستعين منكم بطاعته الله يجزاك خير وزي هذه الاعمال هي اللي تبقى واكبر مثال لنا وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه من قبل 1400 سنة مستوعبين ولا زال جاري نعم. إلى الآن إلى الآن 1440 سنة نعم 1445 45 سنة ولا زال تقريبا الآن إلى, 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 إلى الآن فيعني الأعمال هذه اللي تبقى لك عند الله إن شاء الله قدم الشيء اللي يبقى لك رصيد في الآخرة والله يوفقنا وإياكم إن شاء الله وكتب الله أجرك ونمنيه نمنيه يلا 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 عطنا كذا شيء حزين ما كذا ما أن داخلين على نمنيه الخاطر عندي الله سلام شكور واشتبيب الخاطر اللي سلع عنك دلا سلام شاف ما عافو طوى صفحة الماضي طوي الله أكبر أنت رحت من الأعانة وجيت من الولا ارتفعت ونزلك واحد حيله قوي وش تبي بالخاطر اللي سلا عنك ودلا سلام شاف ما عفو طوى صفحة الماضي طوي الله أكبر أنت رحت من اللعنة وجيت من الولا ارتفعت ونزلك واحد حلى قوي الله الله صح صوتك وبيض الله وجهك ومع الشباب يلا جهز النمونيه الله يوفقكم ان شاء الله ويحاجب عليكم اعزائنا المشاهدين لازم نقول مع السلامه ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي ولا ودنا ان نمدد معكم الشباب طبعا طلعوا عشان يجهزون النمونيه ان كان من خطا فمن انفسنا والشيطان واعذرونا على القصور ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع المقبل يوم الخميس الساعه 8:30 تمام الله زد رصيدك جاي عيد الذكريات مرحبا واليوم زاد الشوق فينا تاج عز ومجد وفخر وامنيات ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا ابتدينا ما انتهينا ما انتهينا زيد 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 زد رصيدك زيد 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك يلا 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 زد رصيدك كان بتسأل هذا كرسي بدي يتحرك ناظر لك ولا ناظر هنا؟
اتوقع ان حرقني الليت في عيني ولا ايش؟ جاهز ان شاء الله. لا والله سحبتوني وانتم نقلتوا جروحي، قلت اكيد جايبين لي في هدا، لكن الحمد لله يعني ان شاء الله تشوفنا الحين في هدا وتكون طيبه واهلي كلهم مرتاحين ومطمنين ان شاء الله. والله شعوري يوم سحبوا جوالي طبعا اي شيء تتعود عليه صعب تفقده، فاصعب شيء اتوقع عندي بيكون فقد الجوال لاني متعود عليه. والله شعوري يا طول العمر شعور غريب يا اخي، شعور تجربه اني ودي اجربها كذا، تجربه من زمان ودي انزل جوالي بس ودي اجربها، ما حد يجبرني فيها، هاي عاد جبرتونا فيها، لكن الله يكتب لي فيها خير. والله شعوري اول ما سحبوا جوالي والله شعوري اول ما سحب دقيقه والله شعوري اول ما انسحب جوالي اول ساعتين يعني فقدت الجوال، امسك جيوبي ادور وين الجوال، لكن بعدين تاقلمت مع الوضع وجدا متاقلم ومنسجم مع الوضع. اذا لو حصل لي اكلم فهد لانها قطعه من روحي. والله بتصل على الوالد الله يطول بعمرها من دون اي مثاليات، واسمع صوتها الله يطول بعمرها، وابغاها تدعي واستغفر الله كاني بعقك يا الغاليه يا دنيتي يا عيوني، حرام يا يمه مو في حقك لو اني احجيك فوق امتول. ابي مسكم احسن بس حتى لو شعوري، انا شعوري ما بالجوال ما بيسمع، ابيك تجيبون ولي. والله اذا اعطيتني الجوال اول واحد اتصل به يمكن اهلي اتصل بهم. صرت مبدا في وفاي وفي حزوني، فطرة العاشق تورد هالحريمة مثل ما تارد على الخيب ظنوني. يا عظيم الجرح وأيامك عظيمة قلبي وتتعب متوني، وقفت روحي على الذكرى القديمة بين عقد حجاجي وضحكت سنوني. ما كشفت ان الهوى جور وظليمة، كيف يصدق قلبي وتكذب عيوني. لو قدرت سمر الليل ونسيمة كان يمديني نسيت اللي جاليري. تطلق صفقاتها الأقوى لمدة 10 أيام فقط، أسعار رائعة لمنتجات مميزة على مختارات من خبازات إديسون الكهربائية وقلايات إديسون الهوائية وعجانات إديسون بأنواعها المختلفة وقدور الضغط الكهربائية من إديسون والعديد العديد من منتجات السيف جاليري المميزة. هذا العرض لمدة محدودة، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم.
تاكل لحم. اي تاكل لحم، انت تاكل لحم وانا اكل لحم، بس الفرق بيني وبينك اشرب هالشاف. هالشاف صح بدن. لا والله عصبه. اقعد دقيقه بس دقيقه، خليك اجلس هنا مع الكاميرا. السلام عليكم. اقعد بس. الله يحيي المجيب. اولا لن نسمح باي شخص يتعدى على فقره السجن مهما يكون. معكم العبيد ابو محمد، اشوف نص طاوله. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. تكون حزين ولا مبسوط، تكون رايق ولا متوتر، هذه الأشياء كلها ما تفرق. اللي يفرق معي إن في 8 أشخاص بينتقلون معي للغرفة السرية في منطقة النمرة، 6 أشخاص بيترحلون للبرايم و2 بيرجعون لاختياراتهم. حسب اختياركم أنتم ولا خلوها علينا. كل يوم خميس معي أنا وليد قشران في فقرة النمرة. احنا في الدنيا ندور لنا ظلال من الحر ومن الشمس، حتى سياراتنا ندور لها ظلال. نصيحة من أخوك، حط لك ظلال يوم القيامة. الصدقة تطفئ غضب الرب، رزق وخير وسعة وشفاء. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة صروف للشر بإذن الله ومجلبة للخير. تعامل مع حوائج الناس التي توضع في طريقك على أنها أرزاق وأنت الرابح الأول فيها، فإن أتاك مكروب أو حائر أو مستشير فلا تكف يداك وأنت بوسعك أن تبسطها إليه، واستحضر دوما قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. واترك الباقي علينا. زد رصيدك، 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 زد رصيدك. مرحبا واليوم زاد الشوق فينا، تاج عز ومجد وفخر ومنية. ابتدينا ما انتهينا، ما انتهينا، ابتدينا ما انتهينا، ما انتهينا. زيد 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 رصيدك، زيد رصيدك، زيد رصيدك، زيد رصيدك، زيد رصيدك، زيد رصيدك، زيد رصيدك.
كان بتسأل هذا كرسي بدي يتحرك. ناظر لك ولا ناظر هنا؟ أتوقع أن حرقني الليت في عيني ولا إيش؟ جاهز إن شاء الله. لا والله سحبتوني وأنت منقلتوا جروحي، قلت أكيد جايبين لي في هدى، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله تشوفنا الحين في هدى وتكون طيبة وهلي كلهم مرتاحين ومطمنين إن شاء الله. والله شعور يوم سحبوا جوالي طبعا أجي تتعود عليه صعب تفقده، فأصعب شيء أتوقع عندي بيكون فقد الجوال لأني متعود عليه. والله شعور يا طول العمر شعور غريب أخي، شعور تجربة أني ودي أجربها كذا تجربة من زمان، ودي أنزل جوالي بس ودي أجربها، ما حد يجبرني فيها، هاي عاد جبرتونا فيها، لكن الله يكتب لي فيها خير. والله شعوري أول ما سحبوا جوالي والله شعوري أول ما انسحب جوالي أول ساعتين يعني فقدت الجوال، أمسك جيوبي أدور وين الجوال، لكن بعدين تأقلمت مع الوضع وجدا متأقلم ومنسجم مع الوضع. إذا لو حصل لي أكلم في هدى لأنها قطعة من روحي. والله بتصل على الوالد الله يطول بعمرها من دون أي مثاليات، وأسمع صوتها الله يطول بعمرها وأبغاها تدعي واستغفر الله كاني بعقك يا الغالية يا دنيتي يا عيوني، حرام يا يمه مو في حقك لو اني احجيك فوق امتولي. ابي مسكم واسع بس حتى لو شعوري، انا شعوري ما بالجوال ما بيسمع، ابيك تجوون ولي انا. والله اذا اعطيتني الجوال اول واحد اتصل به يمكن اهلي اتصل بهم. الشقا والليل والجرح ونديمة ما جفتني لو عباد الله جفوني، جيت للدنيا وانا احلامي عقيمة، صرت مبدا في وفاي وفي حزوني، فطرة العاشق تورد هالحريمة مثل ما تارد على الخيب ظنوني. يا عظيم الجرح وأيامك عظيمة، ليه تجرح قلبي وتتعب متوني، وقفت روحي على الذكرى القديمة بين عقد حجاجي وضحكت سنوني. ما كشفت ان الهوى جور وظليمة، كيف يا صدق قلبي وتكذب عيوني، لو قدرت سمر الليل ونسيمة كان يمديني نسيت اللي نسوني. السيف جاليري تطلب صفقاتها الأقوى لمدة 10 أيام فقط، أسعار رائعة لمنتجات مميزة على مختارات من خبازات إديسون الكهربائية وقلايات إديسون الهوائية وعجانات إديسون بأنواعها المختلفة وقدور الضغط الكهربائية من إديسون والعديد العديد من منتجات السيف جاليري المميزة. هذا العرض لمدة محدودة، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري حياكم.
تاكل لحم؟ إيه أكل لحم، أنت تاكل لحم وأنا أكل لحم، بس الفرق بيني وبينك أشرب هشاف. هشاف صح بدن. لا والله عصبة. أقعد دقيقة بس. دقيقة خلك اجلس. هنا مع الكاميرا، السلام عليكم. أقعد بس. الله يحيي للمجيء. أولا لن نسمح بأي شخص يتعدى على فقرة السكن مهما يكون. معكم العقيد أبو فهد، أشوف ناس طاولة. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. تكون حزين ولا مبسوط، تكون رايق ولا متوتر، هذه الأشياء كلها ما تفرق معي. اللي يفرق معي أن في 8 أشخاص بينتقلون معي للغرفة السرية في منطقة النومين، 6 أشخاص بيترحلون للبرايم و2 بيرجعون لاختياراتهم. حسب اختياركم أنتم ولا خلوها علينا. كل يوم خميس معي أنا وليد كسران في فقرة النومين. حنا في الدنيا ندور لنا ظلال، من الحر من الشمس حتى سياراتنا ندور لها ظلال. نصيحة من أخوك، حط لك ظلال يوم الخيام. الصدقة تطفئ غضب الرب، رزق وخير وسعة وشفاء. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة صروف للشر بإذن الله ومجلبة للخير. تعامل مع حوائج الناس التي توضع في طريقك على أنها أرزاق وأنت الرابح الأول فيها، فإن أتاك مكروب أو حائر أو مستشير فلا تكف يداك وأنت بوسعك أن تبسطها إليه، واستحضر دوما قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وقال: تصدق ولا بشك تمر. وقال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. عندكم جمعية التعروة الخيرية وقف الرحمة تدعوكم إلى التبرع بما تجود في أنفسكم، فوالله لن يضيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. إذا تبغى النجاح وتبغى التوفيق وتبغى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، فعليك بالتبرع بما تجود في نفسك. ندعوك إلى خير أمامكم، فلا تبخل على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك. جمعية عروة الخيرية وقف الرحمة، هذه الجمعية متخصصة في الأيتام، على جزء من غالي من أبنائنا وأبناء وطننا، هم في حاجة ماسة إلى فزعتكم، وإذا ما فزعنا لهم وقمنا معهم ينتظرون مين؟ تكفون يا أخواننا ويا أحبابنا ويا بناتنا ويا أولادنا ويا كل من يحب عمل الخير. هذا عمل خير إن شاء الله تلقونه سعادته في الدنيا، ويبقى لكم إن شاء الله إلى أن تقوم القيامة. أنا أوصيكم وأوصي نفسي، والمسألة يا طوال العمر بقدر ما تستطيع، ولكن يقول اليد العليا خير من اليد السفلى.
قطرة خير. توصيل المياه إلى مساجد مكة المكرمة صار أسهل. اطلب الآن واترك الباقي علينا. زد رصيدك 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 زد رصيدك. نائية بعيدة عن جميع أنحاء العالم يوجد سجن من أخطر سجون العالم، حيث يضم أخطر وأرعب وأشجع المجرمين والسفاحين وقطاع الطرق الذين عاثوا بالأرض فسادا، وتم جمعهم بهذا السجن الخطير المحصن والمحمي حتى لا يمكنهم التفكير بالهروب أبدا. ولكن من بين هؤلاء المجرمين هنالك الأخطر والأكثر رعباً منهم، والذي يفكر ببناء إمبراطوريته الخاصة،
ويطمح لتكوين عصابة من أخطر المجرمين، إنه أبو عنتر. فما هي خطته؟ ومن سيختار؟ وكيف سيقنع السجان؟ ارجع لا كسر فمك يا ابو حسن. ابو عنتر شوف الجرح القديم، الالم القديم. انا وياك ارجع ابو حسن. نسيتني؟ حولت فلوس؟ حولت لك. كم حول؟ يهو حولتك 7000. طلعني ارجع قبل اقول 7100. 7000 وكم؟ 100. بدايه نصب ابو حسن. ارجع لا كسر فمك ابو حسن. والله لا اعطيك اقصاد. تنفع اقصاد؟ وش بوس؟ وش بوس؟ طب مو قدام بوس؟ بوس تبي تطلع؟ ما اقدر بوس. ترى اقدر اطلع. اجل ارجع اكسر وجهك. اي لا تشد. ارجع لا تشد. شلي بوس؟ ارجع بوس. طلعني بوس. طلعني ابو حسن خويك. انتي مكانك الزر يا ابو حسن. طلع انت. طلعني. من عمك؟ ها؟ من عمك؟ لا. من اخو ابوك؟ لا. مين؟ عمك. ارجع انت عمي. طلعني. انا مين؟ عمي. يلا ارجع. طلعني. ارجع. طلعني لا تمك. طلعني خلاص. امزح. طلعني لحد صاير. امزح معك. ايه يلا. لا يلا طلعني. يلا يلا امزح. كنت امزح معك. اطلع اطلع. نام انت. نام نام. هذا
الله يحييك رب الكعبة واحد. آخر مرة شفتك مين عمك؟ أنا مين عمك؟ أنا مين عمك؟ أنت بوس بوس ترجع لي كم 7000 وكم؟ ومية ترجع لي 7200 لا 200 عمك؟ أنت مين أخوي؟ أخوي إيش؟ بيفصل بيرجعونا السجن أخوي إيش؟ عمك عمك أبو إيش؟ عمي عيال حارثنا إيش؟ عمك سعود العتيبي إيش؟ عمك عمك أنت يا حمار طيب بيض الله وجهك قصر صوتك يا أبو حسن قصر صوتك يلا مشان لا وش اللي مشينا؟ امشي اخلص تعال تعال شو اللي مشينا؟ انا مسجون هنا سنتين قصر صوتك ولا ارضى ولا اخاف من احد دامني انا في حرية قصر انا بيسجنوني انا سنتين هو مع العينات الوسخة هذه عشان ايش؟ عشان اكون عصابتي الخاصة عصابة المجرمين ابو عنتر المعنتر والله العظيم اكون عصابتي تستولي على كل شيء في القرية هنا وش اتفقنا عليه؟ كرديان خيمان طقان ما في كلها عندي انا وش اتفقنا عليه؟ اتفقنا عليه نكون عصابه لا ما اتفقنا الا نكون عصابه حتى تفتح فمك وتطب عينك فاهم هاتك ابشار كلبش يدك يدي انا كلبش يدك انا معك ابى اكون عصابه ابى اختارهم ابى تنقاهم تنقاهم لك بزبطك والله ما في ما عاد في ثقه ما تثق فيني؟ لا شو رايك؟ ما وراي شيء خلاص وراك شيء ما وراي شيء يلا ثق فيني المره دي ابى اجيب لك واحد كسر صوتك بدون صوت رايح جايب لك مجرم رايح جايب لك مجرم خطير وانت مصدقني انه مجرم تعال ايش 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 هنا طال هنا ايش 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 ايه لا مجرم خطير وين الخطر في والله العظيم مجرم خطير جايب لك مقتنصه من الديره هذا يدور الستر يا حبيبي انا اعرفه شوف وش مواهبه ها وش مواهبه عليك وش مواهبه بس ابغى منك خدمه بسيطه شيل ام المايك ذا وانطلع هنا تعالك شواهب هلا والله بالمجرم تعال المجرم انا ولا انت انا وياك وهو كلنا صح شله هلا والله بعابد يا مرحبا كيف حالك مجرم خطير معنتر ها عاجبني والله جوك كسر صوتك شلبي عاجبني جوك اسمع تدري ايش قضيته ذا وش قول لي ايش قضيته ايش قضيته هذا اخطر مجرم عرفته البشريه هذا هذا اكبر مجرم عرفته البشريه هذا الناس كلها تدور عليه تدري كم يدورون عليه 25 سنه ويدورون عليه قلت لك ما ذك فيك ها عمره 21 سنه 3 سنوات بطن امي يدورون عليه ايش يعني تبي اسوي فيك كريم انت ترى برجع ترجع ايه تهدى ارجع اهدى خلاص حبيبي هذا مشكلته وجريمته يوم من الايام طلعت السوق طلعت المول مو انت تصور يجيك واحد يرسل لك اير دروب هذا هو هذا خلني اضربه انت مجدد ليش؟ ليش الاير دروب ليش؟ ليش كنت اصور في الزقاق؟ صنقت الناس بالاير دروب نصور اير دروب نصور اير دروب نروح اير دروب ما نبقى يا اخي ولا بسنق معنا؟ لا خلاص كيفي اسمع نعم انا صراحه ودي ادخلك معنا العصابه وتكمل او عذرا ودي ادخلك معنا العصابه وتطلع برا ولا نرجعك السجن وتقعد مع حسن ايش رايك؟ ايش تشوف انت؟ شوف 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 الناس اللي قول ايش رايكم فيني انا مجرم واستحق اني اخش العصابه وارجع القريه ولا ايش رايك؟ طيب اصبر تشوفون اني استحق يعني ادخل القريه مره ثانيه انتم تشوفون يعني معنتر قادح ولا لا؟ ما يحتاج انا قادح كفو صرت عينك يا شيخ وش اسوي؟ طيب قول وش اسوي؟ انت معي بالعصابه وانت راجع القريه يا شيخ صرت عينك ارجع روح روح ارجع روح يا شيخ اقول لك خلاص حبيبي خلاص واحد يكفي والله ما يكفي والله نجيب لك عصابه يا طيب انت الحين شوف احنا الحين رايحين في خط الرياض حلو عندنا جريمه ايوه نبغى احد يضربنا نبغى فرقه تضربنا وانت راح تسوي جريمه احنا رايحين نسوي جريمه نبغى موالات شيء وهذا يغمز العالم هذا يغمز العالم وراح خلاص ما نبي تبي فرقه ما عاد اثق فيك اجيب لك فرقه مشان يا حبيبي تعال مين عمك انت خلاص مين سعود العتيبي وش الو يلا جيب لي فرقه ناصر الحربي يقول قول له مين عمك مين عمك ناصر الحربي طيب اسمع يلا ابي اجيب لك فرقه
حلوة طربية وإحنا ماسكين خط الرين وإحنا ماسكين خط الدمام تنطر وتنبسط تثق فيني؟ لا يا أخي شو راك؟ ما رأي شيء خلاص تك ما تبي تفضل بالراحة بالراحة تبي بيض تبي رز ولحم تبي رز دجاج ما امزح معك تعرفني انت ارجع لا ارجع شباب تفضلوا معي تفضلوا يعني هنا تفضلوا 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 ابو حسن تفضل فرقت حسب الله فن على كيف كيفك للحج والاستفسار جايب لهم مايك جايب لهم طرب جايب لهم اناسه اه يا وش الأغنية اللي كنت تغنيها؟ تعال تعال غني معي لا ما أغني معي والله تغني معي صدى لو سمعت تكت يا أخوان تكت على 50 ريال أرخص فرقة ممكن تشوفونها في حياتكم بعدها اه يا حلو اه يا مسلين يلي بنال ابو حسن تفضل هذول فرقه مشكلتهم مشكله انا بعلم قضيتهم ليش جو هنا طيب. بس قبل ما اعلم قضيتهم ليش جو هنا كل واحد فيهم صوته يقول الزوج عندي حلو واحد ممكن يسوي لنا الشاره حقه الفكره فرقه الجرام واحد ممكن يسوي لنا الباك جراوند واحد الدفوف واحد ياكل الباقين اذا زعل ولا شيء ما شاء الله والثالث هذا هالخطير هذا ما تعرفه حق كسراته حق كذا هذا وش فيه حق كسراته حلو طيب أعلم قضيتهم دولة وشهم هذولا صراحة الحين كيف نستفيد استفيد نستفيد منهم هذول اللي صوته حلو بيعطينا شارة طربية ندخل الجو هذا يأكل الناس يأكل الناس اللي زعلنا يأكله وصلى الله وبارك حن فاضيين نرمي الناس يأكل اسمع الله عليك قائد الفرد حسين هناك يا حبيبي اسمع 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 محمد اليابس اسمع 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 اطربني لا لا تنام اضربني يتلاوب فيك نوم معليش بسوق صاحي جيب لنا مويه من البشه ولا شيء انا عندي ولا ما يكفيني معك بعض الاوقات خلت تغلي عنك لا صرت غالي الله يخرب بيتك يا حلو والله انك فنان بس مو مره عليك مو مره اسمع الانيق الثاني فرقتنا الشجاعة أشكر الله الله يا عيون ما تذوق النوم ساعة تسهر الليل الطويل بس جوي حلو جوي حلو ورايق قلت لك بدخل لك ناس في العصابة صح يعبون أم المكان قبل ما أسمع الشخص هذا بقول لك حاجة تدري إيش قضيتهم لا 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 اللي ما هم محترمين هذولا ايوه فرقه موسيقيه جايبهم في زوج من زوج عمي عمك عمي الله يرحمه وش مغنيين له وش مسيطره الله ثاني يوم زوجته خلعته اه قلت لكم اخلع ضرته اخلع ضرته مسيطره شافت نفسها عليه والله شافت نفسها عليه اطربني بس ما مسيطره لو سمحت على حسني وداد قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات 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 الله سلامات على حسني وداد قلبي يا ابويا ضيعت عليك عمري يا ابويا وانا لي معاك حكايات حكايات
اجرام يعني تسوون اجرام لعبه. شو اسمك انت؟ بندر الطيري. اسمع يا بندر سم، واسمع يا دحام أيوه. واسمع يا نواف، اصواتكم طربيه الى النخاع النخاعي، وعشان كذا والله ما امسك خط الريل لحالي، انت ويا ويا لا نواف لا، وحتى انت لا دحام أيوه. ولا اقول لك كلكم لا يا اخي. نبي هذا يا اخي. مين ناخذ؟ نبي هذا يا نبي هذا في العصابه. حسه زاحف. انا والله ودي ادفه في السجن. احسه زاحف. احسه زاحف. عشان كذا تدخل بالغلط المسك ولا بالغلط. طب اسمع، يدخل مين بقسك على عينك؟ حد قد بقسك على عينك قبل شوي؟ ابقسك على عينك. لا تكفى ابقسك. بيروح معنا بيروح معنا. طيب ابقسك وارجعك ادخلك في العصابه. شيل ابقسك. شيل من ورا بالله عيني ابغى اشوف عشان اشوف ابو شاطر والله. طيب مبروك راجع. اما الثنين حلوين هذولا قد شفت فنان بدون مروشين وبدون ناس تغني وراه؟ لا. وبدون تخيل الجريمه الجديده اللي بنسويها ما يكون معنا دحام ما يجي. نفس النظام اللي اعطيته خويك. ابقص خويك وارجعك. غير المقام. غير وجهه. غير وجهه. ايوه العب في جول. ادبج. غير المقام. ادبج. العب من الصبا اي مقام ثاني. بيات. سيكا خلي سيكا بيات. سيكا خلي بيات. تنكسر يدي. تنكسر يدي اضرب مجرم مثلي. اسمع انت راجع القريه المباركه. بالله خل المجرم هذا ياخذ مجرم هذا. قل للكاميرا عيشوا معي عيشوا معي وصدقوني الأيام الجاية بنعيش أشياء حلوة وأمور مع بعض بنعيشها كذا زي اللهب. ليش ما اخترت صندوق الأسبوع الماضي يا دحام؟ صندوق وين؟ صندوق لأخوياك. ليش خليت حسن العجمي لحاله في الركن؟ ليش يا دحام؟ كان عندي بعد نظر. أنا أبغى دحام يستمر معنا في القرية، ممكن ولا مو ممكن؟ عشان يزيد الديربي بيني وبينه، أحس إن صار بيني وبينه ديربي. أبو حسن تفضل. وش نسوي في الولد؟ دخل السجن ولا نرجع القرية ولا إيش نسوي؟ خل أحمد ياكله. طيب خلك أحمد. خلك دحام. كثر صوص حمد. خلك معي خلك. بسألك سؤال. يلا. الفرقة الموسيقية اللي أكلتها وين؟ محمد عبده 6 أيام مختفي وين؟ أيوه. ابو نوره والله بطلعك ابو نوره لا تخاف. قلبي عليك انت. طلع والله مستانس. طلع والله يقول فعلا. طيب تكفى طلع سلامه خذيته معك ولا بس ابو نوره؟ لا بس ابو نوره. ما هو بس على رابح صح؟ اي لان ما شاء الله ما قصر مسار. قلت ريح ولا مو ابو نوره يقولون مختفي من واه عباس ابراهيم داخل. هو ابو نوره فاهم روح انت فاهم. هذا بياكلنا. اسمع بعطيك شرط ابو حسن تعال. اذا اكلت ابو حسن مع العيال اللي داخل ها خليك معنا العصابه شاي. واذا ما اكلت ابو حسن شاي ابدفك في السجن تخيس هنا انت وابو نوره وعباس. شاي والله لا خليك تخيس ما يغرك جسمك. شاي ابو على العيال. عندي ربو عيالي. كلا عيالي. كلا اقول سلام. كلا يا حمد والله لا دخل كسر يا حمد. تكفى يا حمد. ملابي يومي قالوا كل غايب. تلعب علي؟ ما اشتاقت ما تاكل ولد؟ مو بقدامي. تلعب علي؟ مو بقدامي. تعال اعطيته تحدي ورهان وعي ما يراهن. عي ما يتحدى معي ولا مطق مع اخويا. خايف؟ تشوف نفسك ايش يا حمد؟ طالع هناك الكاميرا عندهم. قول لهم انا اشوف نفسي عليكم؟ لا شوف نفسك عليهم؟ لا اللي يشوف نفسه عليهم يدخل هنا الدبوج ولا تحت فمه. ان شاء الله. شوف نفسك؟ لا ما اشوف. ها؟ خايف؟ ما حد اجدك. يلا شد اللي يفوز يطلع. يلا. فزت علي تدخل السجن. انت يا حمد نومنيه هارد لك. اول اسم معي نومنيه تفضل. مين ندخل هنا؟ معنا؟ نومنيه. الله الله كيف تعال 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 تفضل. تفضل. تفضل يا كل الناس. ها؟ لا 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 بابا لا لا. اسمك ايش؟ متعب. متعب بطربنا يا متعب. لا تحداني على الفرقة تراني ما دعاني في وصلك الفرقة.
تحداني انا؟ لا تحدى الفرقة. تحداني؟ تحدى الفرقة. تحدى الفقرة؟ مين قايد الفقرة؟ الفرقة الفرقة الفرقة. طيب اسمع دحام، تحداني انا كنت حاط عيني على عينك، كنت بدخلك السجن تمام؟ ولك مرة بدخلك يعني تحسب ان الدنيا تحسب الاجرام سواليف يا دحام. اسمع حبيبي، اسمع عندك كلمة بتقولها ولا اي حاجة؟ وراك شيء؟ طيب تشوف الناس اللي هناك سلم عليهم ومساكم الله بالخير. روح. انا بروح مع نواف والعيال وانا راجع القرية. الف مبروك. روح روح. العبوا حي والله عليك. حي نبات متعب قاعد يتحداك. متعب انت والله. بيني بينك يعني ايش بتفيدني في الاصابة؟ يعني اول شيء لا وزن ولا طول ولا صوت، عادي اقول لا وجه ولا وجه ولا وجه، ولا في اي ميزه ممكن تخليني اقول حتى يعني حتى الطق مو بعاجبني. كيف تباني ادخلك العصابه؟ اقنعني في 3 ثواني. 1 2 3 ما اقنعتني. هاش اسوي؟ ابكي. اقنعني في 5 ثواني. 1 2 3 4 5 برضو ما اقنعتني. وش ممكن تسوي؟ ما في. انا ادري. ها ما يمسك. ما يمسك؟ ما تمسك صح؟ ما سريع؟ سريع؟ حاول تهرب من وليد؟ ما قدرت. حاول تهرب مني؟ ما قدرت. حاول تحاول تنط؟ ما قدرت. ما لحد. ما لحد. شوف الكاميرا اللي هناك ترى. قول له انا نومي. تقدر؟ ما اعرف. ما تقدر تقول انا نومي؟ طيب خليني اقولها لك. ايش رايك اسهل لك؟ قلها. انا متعب. ايش؟ نوميم. نوم هو. خلاص عشان شو حنيت عليك والله متعب عشان كذا بخليك ترجع. بترجع بس اسوي سباق. اللي يوصل اول واللي يفوز. خلاص؟ يلا 1 2 3. ما حد مشى فيني. ما حد مشى فيني. متعب؟ انا نومي. متعب. منك فايدة. منك فايدة. خلاص خلاص حسن ما نقدر. ما نقدر. خلاص والله ما أقدر. أنا جايب 5 برا عصابة. أنا بكون أكبر عصابة في التاريخ. كم يعني؟ عندي كم؟ عندي أزهل. عندي ما أثق. بس تبغى الصدق، أنا أحتاج لي ناس وسيمين. أحتاج لي ناس كذا حلوين مثل جميلين. حتى لو ما فيه انا اسنع ابو حسن. وراك شيء؟ لا. انت وراك شيء؟ ما وراك شيء صح؟ لا خلاص. يلا روح. يلا روح. ثق فيني. يا والله ما في ثقه. ثقه صفر. كذا كذا كذا. تعال مصعب تعال اجلس هنا. اجلس هنا. هذا ما اعرف يجلس. تبيه يصير في العصابه مع الوقت تعلم. هذول احلى 2 في الكره الارضيه. الله يسعدك. هذا الولد وهذا الولد ماشي. بس عندهم مشكله. وش مشكله؟ يعني ما مر الحلاق قبل فتره. حلو الله. 2 هذول. فانا اذا بيمشون معي ويخلوني اضبطهم بناخذهم معنا العصابه. هذا نايم. ما قوم 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 والله جي قوي. ف اذا هم يعني بيتزبطون معنا. ها لكن اسمع واحده. اصبر اصبر اصبر. هذا ابو عينك يا ولد. اصبر اصبر. لا تبكي لا تبكي. ايش بسوي؟ هذا نايم ولا يبكي ولا ايش؟ لا لا اسكت اسكت. لا اسكت. لا لا اسكت. طبي ما اسكت. وخر وخر. لا تخاف لا تخاف. شو اللي بناه ذا؟ اذا جيت الاصابه اجيك. اصبر اصبر اصبر. ابو حسن تعال عندي. تفضل. هذا فيه كل اس 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 اس. هذا فيه كل الميزات اللي ممكن انه يخش معنا في العصابه. لكن في مشكله، عارضه مو عاجبني، فانا بحلق عارضه عشان يدخل معنا ان شاء الله. لا لا بسم الله. شوف 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 شوف. اسكت. اقسم بالله العظيم اقسم بالله باقي ترفع صوتك. امسك ابو حسن واخنقه. لا تبي تروح معنا؟ بتروح معنا؟ تروح معنا بابا. خلنا نخليه يحل. خلاص ليه ما في غيره؟ تروح معنا. بس تروح معنا. لا ما سجي ما في كف في كف. ترى والله تروح معنا. اسكت. شوف ترى انا وظيفتي القديمه حلاق. انت حلاق ولا مجرم ولا ايش؟ توظفت حلاق وراعي مساج ولاعب كوره. حلق. ايه تفضل.
لا تكفى. تسكت؟ انتبه على عين، انتبه. لا لا ما يحتاج، ما يحتاج احد يساعدني، ما يحتاج احد يساعدني، ما يحتاج. يلا روح. بسم الله. نمرة كم حبيبي؟ اي نعم. طيب اخر لك حل. اخر شوف الله صار مجرم. دقيقة عادي يا ابويا زيكم. الله مجرم. الله مجرم. شوف صح. شوف حاط لك هنا رقم واحد وهنا رقم واحد، ايش معناتها؟ يعني هنا الاجرام من 2001 وهنا الاجرام من 1991. شوف انا اجيبه. لا باقي باقي ما عاجبني البيت ترى، اذا شليته اجي مجرم مره. الله شوف مجرم. الله حط راسك ثقيل. والله الحين صار وسيم. تبي تصير مجرم؟ الحين صار وسيم، الحين نقدر نرجع القريه صح؟ صح. بس ما ابغى ارجع القريه، بحطه في السجن عادي كذا نفسي كذا. احس لاقه ما ضبط. هذا راقب ما اقدر يعني. انا اثبت عادي، يسموني كذاب. انا اثبت اثبت اثبت. هاي يسموني كذاب. ايش بك؟ شوف عادي انا ابغى العب. شوف اثبت انك مجرم. قم 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 معي. قم 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 قم. شوف 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 وري الناس. قول كيف حلاتي؟ لا استحق ارجع تصير مجرم؟ اكيد اكيد. ولا ما استحق ارجع؟ اكيد ان شاء الله. فقول وليد يرجعني السجن. وليد راح يرجعني السجن لاني انا لا يرجعني. وليد ما بيرجعني القريه. لا بيرجعني يعني حلقني ولعب فيني ويرجعني السجن. ايش اسوي فيه؟ قول لهم قول لهم شوف يسمعونك ترى. لا والله قول لهم. لا تبكي لا تبكي لا تبكي. المجرم ما يبكي. خلاص شوف كيف. طيب اسمع، عشانك حلقت وعشانك وثقت فيني وعشان الحين بنكون عصابه بن قماش. ايش بنسوي يا بن قماش؟ مبروك رجعك القريه. مبروك. انا اكل الاصابه. نعم نعم كويس. انت اللي معنا ابوه. يا باشا عايز نمره كام؟ انت عايز نمره واحد ولا عايز نمره اثنين؟ واحد. يا باشا واحد. انت عايز كابوريا ولا عايز كدش؟ كدش. انت راضي؟ راضي. ما عندك اي؟ طب اسمع، ابى احلق شعرك على صفر، واذا حلقت على صفر ترجع القريه. ايش رايك؟ اللي تبونه هذا. عادي؟ عادي عادي؟ عادي. يا متوحش. ها؟ حبيبي انا قبل ما اكون مجرم كنت جاثوم. ايش اللي متوحش؟ تسوق علينا. هذا نايم عادي. قوم يا متوحش. ايش فيك؟ يدي. ايش فيك؟ يدي عيب ما توقف. ايش فيك يا متوحش؟ هات باليسار. ها هات. ها يدي الثانيه. لا ها ما ادري شكله بريء. ها ندير نحاول الدقن. يلا صار جميل. الله الله. عجبتك الحلاقة؟ عجبتك؟ حلوة الحلاقة؟ يلا عشان حلقتك قوم. دقيقة راس لاق باقي بظبط الزلف. هنان قوم قوم مصعب. يلا حلقنا خويك ورجعنا القرية وانت استاهل. وورهم وشوف شوف شوف قول وري شوف الحلاقة. انا احتاج اني ارجع مع خويي. محتاج اني ارجع معك. ايه وضحيت بالعارض. وضحيت بالعرض. وانا من اوسم الشعر. وانا من اوسم الناس. وانا من اوسم الناس في القريه. في القريه احلف بالله عشان يجيك ذنوب. والله اني اوسم واحد في القريه. احلف خل يجيك ذنوب. والله اني اوسم واحد بالنسبه لي. وبالنسبه لي انا عشان يجيك ذنوب زياده. بالنسبه للوالد. وبالنسبه للوالد والوالد نبيه معنا يا اخي. ده معنا والله بينك طالع انيق برضه. اقسم بالله انه ينفع يكون معي. بس اسكت بس. ما شاء الله. دي 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 وين حساب الحلاقه؟ حساب الحلاقه وين؟ على الراتب. وين حساب الحلاقه؟ على الراتب. مع الراس. مع الراس ما اعطاني حساب في القضيه اللي بيننا. يلا 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 ما اعطاني حساب. الرجال هذا ظلمني ولا اعطاني حسابي. وانا والله بين بين قاعد اشتغل فلوس هنا. يعني يكفي لا اكل زي الناس ولا اشرب زي الناس. عشان كذا هذا ظلمني. عشان كذا والله ما يرجع القريه. والله ما يرجع القريه. هذا نمني. تفضل يلا نمني. تفضل جيب فلوس الناس. تفضل تعبتني يا فاشل يا فاشل. اسمع يا فاشل. اسمع اسمع بقول لك حاجه. بيني وبينك العدد زاد. احنا نحتاج ناس في القريه ما تعرف تاكل او ما تاكل كثير.
انا بحاول اسنع الوضع دقيقه ابى اضبطك ابى اسوي لهم اختبار يلا ما في ثقه بس يلا ما شاء الله هذا بياكلني تعال اطلع كيف دخلت السجن انت اجل قدامي يا ربي ممكن يا عيال فيك واحد نايم تعال انت تعال انت تعال انت جايب وش لبسك ذا أوه. وش اللبس ده يا هوش تغزل يعني انت تراني مجرم محترم انا شيل يا ها نازل يدك هاي ماسك الشغله كلها ماسك الشغله كلها انا العمده هنا على العين على الراس يقول لكن انا ماسك الشغله قبلك ايش انت ماسك انت كم لك مسجون شو احترام كم لك مسجون ها كم لك والله يمكن ثلاث واربع سنوات ثلاث اربع سنوات انا افكر كيف اهرب ارجع يا واد ارجع ليش قال كم مسوي من الهندويه ارجع ترك الخمس مشيت ارجع أوه. ارجع واضح للدرجه واضح عارف يا العم يلا ادخل 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 ما ادخل ادخل يا واد ادخل بلا بك عشان ادخل ادخل شو اسمك انت ها شو اسمك انت تعال معي هندوية ها معصوب صباح فرموز ها هدي لك هذا اجلس لايك اجلس لايك اسمع ابو حسن شوف العصابه لابد تكون في ناس تمام اكلهم خفيف مره فاهم سوي لهم اختبار شفت الاثنين دولا ابعطيهم الصحن ذا حلو شفت الاثنين اللي هناك ابعطيهم الصحن ذا لا تفتحونه يا خلوه عندكم اسحب ليش ابو حسن هذا اسمه اختبار ايش الاكل اختبار كيف الاكل تاكل بأقل ممكن يعني وقت ممكن روح إذا أفتح صحن هناك طيب وش الفائدة من الشيء هذا؟ أبعلم يلا على العدل شوف جاري أنا جايب طبقين حلو تاكل معهم؟ لا 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 تاكل معهم حاجزين برا بعدين طيب اسمعوا أنا حاجز طبقين كلها نفس الميزان هناك في سلطة وهنا في سلطة هناك في رز وهنا في رز هناك في طحينة وهنا في شطة حلو؟ في ثانيتين اللي يخلص طبقه بسرعه ها اللي يخلص طبقه بسرعه يدخل معي في العصابه يلا واحد اللي يخلص بسرعه اللي يخلص بسرعه يدخل معنا يرجع القارئ دقيقه وقف حرام يعني جعانين يعني العيال اللي هنا يلا شباب خلصوا هذا عدل ها انتوا طبقكم زي طبقهم صح انا احب اعدل مجرم صح بس العدل عندي مره اوكي حلو يلا نبدا اللي يخلص بسرعه يرجع القريه يلا بسم الله ابدوا كلوا بسم الله وقف وقف شوي يلا ابدوا وقف وقف شوي يلا بالعافيه على كيفك خلصوا 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 مبروك بالعافيه مبروك عشانهم خلصوا ها هذا لازم يخشون معنا بالعصابه وش نقول لهم؟ أنت مجرم حرام. أنا ماني مجرم. أنت مجرم نصاب. أنا عادل. أنت مجرم نصاب. أنا ماني مجرم. أنت ولي. أنا عادل. أنت ولي. أنا محمد. أنا علي. يلا نبدأ. نبدأ. خلصتم. ما خلصت. خلصت عليكم. ما خلصت. ألف مبروك. فزتوا عليهم قوموا. قوموا صراحة فزتوا عليهم صراحة يعني كانت النتيجة عالية جدا. ألف مبروك رجعت القرية. ألف مبروك. ألف مبروك. يا عيال والله حرام صراحة أنت إنسان عادل أعجبتني أهم شيء العدل عندك نعم والله حرام يا عيال جايب لكم نفس الصحن
وجايب لكم نفس الأكل وجايب لكم نفس الوقت. حرام يا عيال حرام، يخلصون عليكم. المشكلة عندك ما خلت أنا تعرف معدتهم كبيرة يا أخي، ما عدتنا صغار ما نقدر. طيب وش رأيك من عيد من جديد ونوزع تقسيمة؟ طيب هذا الصحن لك وهذا الصحن لك، حلو حلو. اللي يخلص أول ينسجن، إيش رأيكم؟ عدل عدل عادل عادل. اللي يخلص أول ينسجن صح؟ صح. يلا بسم الله أبدأ. تفضل. اللي يخلص أول، اللي يخلص أكل أول ينسجن. يلا استعجل. لا اللي يخلص أول يرجع. يرجع. لا ينسجن. يرجع ولا ينسجن؟ يرجع. يلا يرجع. قول بسم الله. بسم الله. بسم الله. بس ما تحس صحنك ذكي. علي العمري أنت رشحت إنك أذكى شخص عندنا في القرية، رحت جبت صحن أخوياك وأكلت من صحن أخوياك ورجعت معهم لأنك ذكي، لأن كذا شهادة كذا شذكية، عشان كذا ترجع شهادة. ما في فايدة، ما في فايدة، ما لك حل. بصرك بصرك ها. حاولنا فيك حاولنا فيك، سوينا ما سوينا يا اخوان، والله ساعدناه قد ما نقدر، اعطينا صح مليان. لا تقول والله، لا تقول والله، والله ساعدته يا اخوان، والله العظيم ساعدته. هذا يعتبر يعني اخ بالنسبه لي، وانا احب اساعده، وانا احس اني جيعان عشان كذا مليت للصحن. بعطيك تحدي جديد. طيب بس طبقه طبقه. حلو حلو. قول والله لا طبق. شفت الجزره هذه؟ روعه بدون دين. شفت الجزره هذه؟ اذا اكلتها، إذا أكلتها هذه الجزرة. شوفوا يا أخوان عشان ما تقولوا إني أنا ظالم، أنا عادل. إذا أكل الجزرة هذه والله يرجع القرية. أبرا أبرا ما قصر معك. والله ما قصرت. عندك حسي جرامي أنت. أعطيتك صحن، صحنين، ثلاثة صحون، أعطيتك تحدي الجزر، أعطيتك. طيب شوف لنا واحدة ثانية. أي آخر تحدي؟ إيه. أوقف. آخر تحدي، أوقف. خلك هنا. خلك هنا هنا على الحافة مرة. التحدي يقول أتحداك أتحداك تدخل الزنزانة اللي وراي بالضبط وانت ايش؟ وانت مغمض. ليش؟ قولي ليش؟ قولي ليش يا شباب؟ قولي ليش؟ لأن أنا ايش؟ راجع القرية ولا داخل من هنا؟ أنا أتوقع أنك راجع القرية عشان كذا. أبو حسن هلا. معنا ولا ضدنا؟ معكم. معنا؟ ايه. ما عاجبني والله صقر. تحس أنه يعني أنت نومني يا صقر. يا كلا. يا إخوان حابين ننبه بس وننوه، شكرا لراعي الفقرة شركة قطرة خير اللي من خلالها انك تشتري عبوات مويه وانت في بيتك ويوزعونها لك في اي مسجد من مساجد مكه المكرمه. يا اخوان الكاشات تطلع لكم الان، كاشات شركه قطره خير راعيه الفقره، فقره النمونية بشكل رسمي من خلال الباركود اللي بتشوفونه، تقدرون بس تصورونه بالجوال تدخلون تاخذون عبوه مويه كذا وتوزعونها لخلق الله وانتم مبسوطين وانتم مروقين في بيوتكم. ولا تنسون ان لها اجر عظيم جدا، الشركة هذه تسهل عليك أشياء كثير جداً وانت في بيتك. الكاشات تطلع لكم، عندنا تحدي كل أسبوع، التحدي هو عبارة عن 500 كرتون في الأسبوع، وحنا نقدر نقدر أبو حسن نقدر نقدر. وإذا ما نقدر نقدر نقدر. هي الكاشات الآن أمامكم، كل واحد يصور ويشتري ويوزع، والله يجعله خير لنا ولكم. يا أخي ما يعجبني هذا. ايش طلعك انت؟ ايش طلعك يا ابوي يا شاد؟ تعال تعال يا ولد، تعال تعال. ايش؟ رجع تهرب، رجع. ها ها شله للسجن، شله للسجن، شله للسجن، شله دخل. تعال استقبل مسجونكم يا ولد، استقبل مسجونكم. خل 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 يلا خل خل حتى خل 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 خل.
حبيبي تعالوا هنا يا شباب. شفت الشباب هذولا؟ ايه هذولا اقوى ناس عندنا في المجمع. هيغرك الوجه هيغرك. شو الوجه تحسه وسيم كيف بس ترى شديد من داخل. كيف اثبت لي؟ شديد اثبت اثبت وال شوف قوي. شفت الشخطه دي؟ شوف الشخطه دي هذه توقيع اسد. واضح مجرم. هذه اسد تناشب هو اسد ووقع على يده. بس ايش سوى بالاسد؟ فرم فرم هذا شوي يعني ايه والولد بس يجي منها لا يغرك. هذه ترى هذا فحم يعني تحسب انه حق ومعارك وكذا. لا لا هذا مبتعد. هذا ايطالي يمه منك. ايش هاف يو بريفيز جولد هورس اكشن زين اني ريجون اوف ذا وورلد. لا انت متمصص شوي شوي. انت لا تقول عدها بس بدون اوكي. يلا هاف يو بريفيز جولد هورس اكشن اني ريجون اوف ذا وورلد. عناك بس شفت كيف؟ شفت؟ اوف باقي هذا مجرم اجنبي. اوف باقي هذا. هذا لا اله الا الله. هذا كم مره دخل لا الاستراحة. أنا ما فهمت يا أخوان شو اللي قاعد يصير هنا. أنا قاعد أسولف مع الناس فهمت. هذا عرفته؟ إيه أحس إني قد شفته. هذا القوة الضاربة يسمونه القوة العاجلة في خمس مشيت. هذا شفت خط الرياض؟ هذا ابن أمه يتنفس خط الرياض. أنا الآن ما أتنفس. يرجع يخنقهم خنق أي واحد في خط الرياض ولا ايش موتر ايش موترك؟ هايلكس موديل كم؟ 2001 غمارة واحدة صح؟ طيب يا عيال بتحداكم تحدي والبقال الأقوى يا مجرم. حلو؟ البقاء ايش؟ البقال الأقوى اللي يفوز على الثاني حلو؟ يرجع القرية وتعالوني هنا. الله واحد هناك وواحد هنا. اجلس 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 واحد 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 واحد. تعال يا عايد هنا تعال هنا يا عايد. واحد واحد مالك قوم قوم يا مالك. يلا اللي يفوز بينكم يرجع القرية خلاص. تعال يا عايد هنا تعال هنا تعال هنا. يلا 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 من يفوز من يفوز من يفوز من يفوز. يلا يلا بعد فوز اليامسي. هل مبروك تين رجعي بعد فوز ديو هل مبروك بعد فوز. ها مبروك الله يبارك فيك. نزال الشرفاء دقيقة هي تشجع تشجع عايد صح؟ أنا أشجع عايد بعد. يلا هذا ليش ما نشجعه؟ واضح إنه مهزوم صح؟ واضح إنه بيدخل السجن صح؟ إيه واضح من طب اسمع أنا بغير التحدي بالأصابع. إيه بالأصابع نشوف الأصبع الأضخم. أنا في وجه الله ما شاء الله كبر يدي ما شاء الله ما شاء الله. اسمح لي اسمح لي اسمح لي أنا اللي بلعب معك. أنا اللي أعرف لك ما أبو روح. استخدم يدك الثنتين وانا يد واحدة اصبع واحد. خلي يفوز خلي يفوز. يدك الثنتين اذا فزت علي ها اذا فزت علي تدخل السجن واذا فزت عليك انا تدخل عصابة. ايش تبغى ايش اللي تبغى؟ يلا عيال خميس خبيت يا قول يا قول يا ويلكم. اوف اوف
هوب هوب لازم معنا في العصابة. تعال يا كابتن تعال. لازم معنا في العصابة. أبى أسوي تحدي جديد الحين. اثنين ضد واحد. حلو. أبو لبن وحاتم ضد الرجال هذا. حلو. وأنا أراهن. أراهن. أراهن مراهنة. إنه بيفوز. انزل. يلا حبيبي. يا عيال. يا عيال. يا عيال. اللي يفوز بيطلع برا القرية يخش معنا العصابة، واللي بينهزم يخش السجن. يا عيال بسم الله أبدأ. ليش يا فيصل؟ أنا قلت لك بتدخل معي وتروح السجن وتدخل قرية وراك تفوز يا فيصل. الدخل ليش يا فيصل؟ جايبك اثنين ضعوف يا فيصل عشان تفوز عليهم يا فيصل. فيصل طالع الكاميرا. أنا بنفسك مع الناس اللي تشوفك. قل أنا مسكين. أنا ماني مسكين. ما أنت مسكين. أنا مسكين. لا. عشان كذا يا فيصل أنت مسكين. وبتخش نوالين. وأنت في السجن. كفو يا عيال. كفو. كفو يا عيال. كفو يا عيال. اطلع. عشانكم بيضت وجهي ها وفزتوا على الرجال وهو يعني خربها ودخل السجن. وش نسوي فيهم ابو حسن؟ ها ابو حسن حجر ورقمطس. حجر ورقمطس يعني نلعب عليهم يعني. هو من حق يلا حجر حجر ورقمطس. انا فزت عليك ثانيه واحده ثانيه يعني تبغى تفوز يعني. يلا يلا حجر ورقمطس. خلاص ما حد فاز. يلا حجر ورقمطس. ها انت بتدخل عندك عندي ايوه. لا نبغى نلعب لعبه ثانيه. وش نخله نمله؟ يلا نخله نمله. يلا حلو والله كويسين يعني ممكن يفيدونا بالعصابه. نخله نخله نمله نخله 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 نمله نخله نمله. ودي اخذ واحد معك من العصابه واحد رجعه. مين اختار؟ واحد ضحي. واو بسرعة واحد ضحي يا عيال. عصابة تحتاج. يلا يضحي. يلا مالك حبيبي انت يا المبروك راجع القرية. بخاخ تكفى جب حجر. حسن تفضل. نفسي بخاخات من عيوني تجيني بس. ايه حاضر. كفو. انا بمزمز مع الشباب دول اللي انت تجي. اسمع يا عيال انتم من انحف الناس اللي عندنا. يا عيال عندكم مشاكل صحيه؟ عندك مشكله صحيه؟ انت ليش نحيف؟ طيب لا لا انت ليش نحيف يا عيال؟ انا كيف اخذكم معي القريه؟ اقسم بالله واحد فيكم بيقنعني اني ادخل العصابه لا ادخل العصابه. بس يا اخي نحيف يا اخي. ها يا اخي فقر دم يا اخي. ما تاكل انت؟ تاكل اندومي؟ اكل اللي تبي. تاكل ما اللي ابي. وانت ايش تاكل يا الاول؟ ما كاش انا الاول يا اخي. نحيف انت ويا نحون مره ما تنفعون انكم تخشوا. يعني تخيل جاك واحد قام طعن. ما تقدر تسوي. ايش تسوي؟ والله يا عيال ودي اساعدكم تخشون معي العصابه. تكفى ايش اسوي؟ جايب نظاره ماركه والله لا اخذها منك. اعجب بس برجعها بعدين فكرني. طيب اذا وعدناك نرفع وزنه حبيبي. ها انت يا اقنعوني انكم تنفعون في العصابه. اي حاجه بتقدمونها لي وادخل ارجعكم العصابه. فقرات فقرات العاب حركيه. العاب حركيه واخواجي. قصايد وقصايد يا من هو قصايد؟ ايه تركم شعب ونعم غيره. قصص قصص روايات. نايف حمدان شيلات. روايات ناصر غامدي شيلات. كل شيء مفصله. ما في فايده. ما اقنعتني. وانت اقنعني. شوت فاول
كريستيانو. طيب قل لي اقنعني الناس هنا تا... شوف اقنعوه. اقنع مين؟ اقنعهم. ابي اقنعني ولا اقنعهم؟ انت قلت اقنعوه. تقنعني؟ ايه. طيب دقيقة. انت ما اقنعتني. انت اقنعني. قل لي اي شيء انك اقنعتني فيه. اي أغني. حاجة واحدة بس. أغني. شيء واحد تقنعني فيه من غير ما تغني. انا افضل واحد فيهم. انت افضل واحد فيهم صح يا خلاص اقنعني والله. مبروك راجع الكاري. الله يقنعني. الله يقنعني. ها شكلي مدري. أنا ما أقنعتك. أقنعني. رجال أقنعني. قال أنا أفضل واحد. كان صريح أفضل واحد ورجعت القرية. أقنعني. أقنعني أنت. أنا أفضل واحد. ما أنت أفضل واحد لا. أنا نوني. أقنعني تكفى أنا بساعدك والله. أرجع أرجع السجن. يلا أقنعني. قل لي قصة. قل لي أي شيء. قصة. أنا أفضل واحد. أنا مش دراوي قصص كل شيء. ما برضو ما أقنعتني. لاعب كورة. أقنعكم. ما. طيب رياض محرز. كل شيء. لا انا رونالدو. مورالدو. رونالدو. قل رونالدو ثلاث مرات بعطيك جائزه. رونالدو. ما اقدر بعطيك جائزه. ها هذه الجائزه ما بتخش معنا بالعصابه. يلا اقنعني عشان ما تدخل داخل. تكفى والله اني احتاجك معي مليار. تساعدني. انا ميسي. ميسي ميسي. انت ميسي. ميسي اطلع الان. ميسي. لا هذا وجه واحد يا اخي. انت شفت علي بليهي؟ انت ولا علي حتى تقول لي ميسي. لا لا انا ميسي والبلاي البلاي وميسي سو اثنين في واحد. يعني اثنين في واحد. كتكات كلهم سو. طيب ما اقنعتني عشان كذا الناس اللي هنا حاب اقول لهم ان ميسي ما اقنعني. قاعد يلعب عليكم. ميسي هو اسمه متعب بس هو اخذ حرف الميم بس بيلعب علينا. ابو حسن اسمه تركي. تركي يقول انا ميسي سو. تركي تركي مشب. متى ترقد؟ ارقد. متى ترقد؟ ارقد بدري. نوم لا تدخل تركي. اقول لك ميسي. ميسي داور. بالله ميسي مسك داور. اسمع انا بوصف لك الباب اللي داخله وانت مشي. طوط 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 طوط. تركي انت وميسي البلاي كلكم من هنا. ادخل شكلتك. ميسي خير. تفضل بدا هو. يا اخوان انا نفسي العب فاحتاج بخاخ يا فريق الاهداد. جيبوا لي بخاخ. نفسي العب بس في الشباب يعني صراحه. ودي العب اكس او بخاخ رفاهيه. مساحه دي اي شيء. نفسي العب العيال والله صراحه يعني اذا ممكن. بيني كانت تعبت اني العب على اللوح. تعبت اني افوز عليها. تعبت اني افوز بالجزرة. تعبت اني افوز على اي حاجه. فانا بفوز عليها الحين اذا ممكن. فعلى بال ما نخلص كذا يعني. يا ليت. ها يا ليت. بخاخة. تكي. حزين جدا مرة عمو نيب. أنا حزين جدا. أنا أحس نفسي أبكي. قل لي ليش؟ ليش؟ يا أخي جريمة تضحك. يعني تحزن. جريمة تضحك. والله تضحك وتحزن. وتبكي؟ أبي أقول لك إيش قصة ذا. قل لي. شفت هذا قصدي مسوي فيها رامبو وشفته؟ هذا ضربوه 10. 10؟ دق وجهه دق. أنا أشوف وجهه طويل. وجهه صار كذا. والله العظيم. اقسم بالله يعني حرام ان ناخذ بعنا العصابه وتقول وجهه ويصير وضع جلده بطل. لا لا والله شوف وجهه كيف طويل. انت بتطلع تعرف ذاكري في يوم بيس اللي متبطط هذا هو. شوف مضرب. شوف تطلع ينضرب بعد ضربه 10. حصل عامل بقاله فشخ منه زمان. ليش تطلع؟ طلع يا اخي ما يفيد العيدان. ينضرب بينضرب بعد. بس لا تخلوني اتلكم هنا. خلوني اتلكم هناك. طول وجهك زياده. خلي بعد ما انضرب هذا الضرب كله تدري صار؟ صار. قل لي صار. وش صار؟ راح تمام؟ وشات واحد من عيال حارس صغار وطلع على راسهم فقع. قالوا سجنوه. ويده ثقيله بعد. اي معليش. اي صح.
على لاحظ الله يقلعك ما شاء الله تبارك الرحمن اسمع اثنين بعد خلاص انت ما تبعتكم معنا لا ما تبعتكم العصابه خليه والله انك هزيل جدا عشان كذا انا ودي ادخلك الدبوجه دي يلا يلا لانك والله انك هزيل مره مره هزيل ولا بتفيدنا بكايه اي والله بكايه يضل كل مجاضربك انت تضربونك الناس ليش اسوي والله شنب شفاف هذه المره هذه والله شو والله لا شفت التقويم هذا تحسب لي واحد فك سنونه ترى يا عمي واحد سمعون الرويد فك سنونه فك عشان قم 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 انت والله ما تنفع معنا عشان كذا انا بدخلك تاكل بسوي لك تمارين اجهاديه ها وتقوي عظامك وبعدين ترجع للناس اللي عندك لا دقيقه وقف ما تسمع كلامي على طول ايش تران عشان انك مسكين وجريمتك تضحك الف مبروك راجل مبروك حسن قفل الباب اللي عندك حنيت اقسم بالله اجيك قفل الباب والله قفل اكتشفت انك رحوم قفل لا دق وجهك انت يا بالله كيفني معك بالله ماني صاطي يعني صاطي ورحوم اي في نفس الوقت ماني صاطي صاطي ها صاطي طيب تعال مين عمك ابو هادي جعلت الجنه طيب اسمع عليك سؤال باقي لنا ثلاثه هنا ايش بنسوي انا نفسي العب عليهم كذا امزمز عليهم حلو ايش بسوي بلعب فيهم اكس او اكس او اكس متاكد انك انت اللي بتلعب اكس او اكس او او اكس قفل ماوس او او اكس طبعا شباب والله انا وسهلا بالمجرمين والله قفل الباب لو سمحت قفل الباب كيف الحال ايش اخباركم يا عيال احنا ناقصنا واحد صدق العصابه ناقصها واحد يعني واحد بيخش مع العصابه وواحد بيرجع السجن وواحد ايش بيسوي بيسوي لنا العشاء ما عندك مشكله ابو زهره تسوي لنا عشاء كذا دغابيس ومناقيش ترى عندنا مناقيش ترى زارين اكلاتنا مناقيش وايش بعد هنا قرابه ناخذ فتوش صح؟ اذا قلت لي خمس اكلات من اكلات الزاهرين ها؟ اكلاتنا حل ها؟ ارجعك على وزن الحمص اللي تبغاه ايش اكلاتنا احنا؟ حمص وتبولة صح؟ تبولة فتوش ستيك ستيك فتوش فتوش صح؟ صح؟ شاورما شاورما صح؟ والله برافو يفهم والله عشان لا 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 مو تصدقني على طول يعني ترجع على طول انا نفسي العب يا عيال معكم فايش بسوي يا عيال عشان العب معكم؟ انا بسوي مع العيال هذول لعبه مره حلوه ابى اشخبط عليهم ابى اقول لهم اللي اوت واللي داخل وانتم تلعبوا معي بدون ما يدرونهم ايش رايكم جاهزين يلا جاهزين شباب اعطوني وجهكم حطوه هنا لف قرب 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 حلو جوي طيب لان ابو زهره طفش معليش ابو انت طفش انه يلعب على الجدران قام يلعب عليهم العب عليهم ابو عنتر معنتر فالشباب هذولا اللي يا عيال اللي يلف اللي يلف اللي يلف برامي لين السنة اللي بعد الجاية طير الشيء وعد طيب هذا الأول أحط له علامة إليش اللي هي ها 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 عشان أشتت ها 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 يا خلبوس هلا جاوي هذا الثاني برسم له رسمه مره خطيره ها ما هي زي رسمه خويه لا رسمه مره خطيره حلو ايش بسوي له بسوي له كذا بعدين بسوي له كذا بعدين بسوي له كذا بعدين بسوي له كذا بعدين بسوي له كذا الله جايكم يا شباب الله الله بالله ما يا هدي حسيت مدير هدي هدي لا تحس حلو بالله ماني رسام والله انك مجرم ورسام وحلاق حق مساج جمال طيب باقي هذا الثالث هذا الثالث كيف بلعب معه شيل الشال بعلمكم كيف بلعب معه هذا الثالث يا اخوان شيل الشال يا ابو حسن مين عمك طيب هذا الثالث بسوي له كذا
بعدين كذا حلو بعدين بسوي له كذا بعدين كذا واضح يا عيال واضح واضح ولا مش واضح اقسم بالله يا رسام رسام قديم شوف 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 واضح يا اخوان واضح جمهورنا الكريم اعزائي المشاهدين مشاهدي فقرة النمونيه على شاشة قناة بداية ايضا على STC TV اخر ثلاثة معنا واعلان لهم بطريقة مختلفة جدا شخص بيرجع وشخص بيطلع وشخص زي ما انتم شايفين لابس التاج مين اللي بيكون فيهم للقرية انتم تعرفونه وانا اعرف متسابقين لي ورا ما يعرفون وهم نفسهم ما يعرفون لكن قبل ما اعلن لكم شركة قطرة خير يا اخوان الراعي الرسمي لفقرة النمونيه من مكانك من اي مكان انت فيه تدخل باركود تشتري المويه اللي توزع على مساجد مكة المكرمة بمئة ريال حنا نحتاج 500 كرتون بمئة ريال فقط لك ولآخرتك الآن زي ما انتم شايفين فيصل ارجع طالع هناك فيصل حاب اقول لك انك انت يا فيصل اباك ترجع هنا يا اخوان لا حد يلف قريت ايش اللي مكتوب طيب بعدي لي ثلاثة وتقولون الصوت وبعلى صوت هو ايش واحد اثنين ثلاثة حسنا فيصل المبروك المبروك طبعا فيصل هو الاعلى مبيعات في خيوط الزعفران عشان كذا هو صاحب حصانه هذا الاسبوع واللي من خلالها بنعلن في فقره النمونيه كل اسبوع من هو صاحب الحصانه اللي هو صاحب الاعلى مبيعات حياكم الله وبياكم مجددا في شاشه قناه بدايه العظيم وايضا في STC TV باقي لنا اثنين واحد بيكون مسجون والثاني بيكون راجع القريب يخش معي في عصابتي ابو حسن شكرا لك عفوا لك شكرا لك يا ابو حسن انت عظيم انت العظيم 7100 بتجيك شكرا مين اللي بيدخل نمونيه زودها 100 ابشر 200 مين اللي بيدخل نمونيه مين اللي بيدخل النمونيه دغش ولا ابراهيم دغش ولا ابراهيم دغش ولا ابراهيم اللي بدفه دغش ولا ابراهيم ابراهيم ولا دغش وليد قشران لا امزح قرب للاسف يا اخوان هم يحسبون انهم اثنين واحد بيرجع واحد بيروح للاسف يا اخوان من اثنين تعدوا كم في واحد عدوا كم في واحد ابراهيم عد كم في واحد 1 2 3 4 5 6 7 يعني باقي واحد صح؟ طيب الفقره الجديده لهذا الاسبوع تقول ان في تسعه في النمونيه للاسف يا اخوان لفوا قفل الباب تسعه من اللي عليه اكس يا اخوان بدون ما حد يتكلم من اللي عليه اكس اللي عليه اكس امسكوا اللي عليه امسكوا اللي عليه اكس امسكوا لا يروح المبروك راجع القريب وفمي مبروك لا معنا في العصابه حظي معك من اول ما جيت هو سيء ثمانيه اشخاص زي ما شفتوهم في السجن هذول بينتقلون معي لغرفه النمونيه بعد شوي في ثلاث مراحل اللي تعودنا عليها في كل اسبوع ثلاث مراحل اما تكون قراراتكم بيدكم انتم ولا تكون قراراتكم بيدنا احنا فاصل قصير خلوكم قريب وبنعلن وبنشوف مين الستة الاشخاص اللي بيكونوا معنا في منطقة البراين غدا نذكر الفقرة برعاية شركة قطرة خير ايضا نذكر انا منقول على شاشة قناة بداية STC TV ابو حسان شكرا لك ابو حسان شكرا ابو انت يعطيك العافية شكرا
لو قدرت سمر الليل ونسيما كان يمديني نسيت اللي نسوني بتسأل هذا كرسي بدي يتحرك ناظر لك ولا ناظر هنا اتوقع ان حرقني الليت في عيني ولا ايش جاهز ان شاء الله لا والله سحبتوني وانت منقلت جروحي قلت اكيد جايبين لي في هدا لكن الحمد لله يعني ان شاء الله تشوفنا الحين في هدا وتكون طيبه واهلي كلهم مرتاحين ومطمنين ان شاء الله والله شعوري يوم سحب جوالي طبعا اي شيء تتعود عليه صعب تفقده فأصعب شيء أتوقع عندي بيكون فقد الجوال لأني متعود عليه والله شعور يا طول العمر شعور غريب أخي شعور تجربة أني ودي أجربها كذا تجربة من زمان ودي أنزل جوالي بس ودي أجربها ما حد يجبرني فيها هاي عاد جبرتونا فيها لكن الله يكتب لي فيها خير والله شعوري أول ما سحبوا جوالي والله شعوري أول ما سحب جوالي أول ساعتين يعني فقدت الجوال أمسك جيوبي أدور وين الجوال لكن بعدين تأقلمت مع الوضع وجدا متأقلم ومنسجم مع الوضع إذا لو حصل لي أكلم في هذا لأنها قطعة من روحي والله بتصل على الوالد الله يطول بعمرها من دون أي مثاليات وأسمع صوتها الله يطول بعمرها وأبغاها تدعي واستغفر الله كأني بعقك يا الغالية يا دنيتي يا عيوني حرام يا يمه مو في حقك لو اني احجيك فوق امتولي ابي مسكم بس حتى لو شعوري انا شعوري ما بالجوال ما بيسمع ابيك تجيبونه لي
والله إذا أعطيتني الجوال أول واحد أتصل به يمكن أهلي أتصل بهم. السيف جاليري تطلب صفقاتها الأقوى لمدة 10 أيام فقط، أسعار رائعة لمنتجات مميزة على مختارات من خبازات إديسون الكهربائية وقلايات إديسون الهوائية وعجانات إديسون بأنواعها المختلفة وقدور الضغط الكهربائية من إديسون والعديد العديد من منتجات السيف جاليري المميزة. هذا العرض لمدة محدودة، انتهزوا الفرصة. السيف جاليري، حياكم. تاكل لحم؟ إيه أكل لحم، أنت تاكل لحم وأنا أكل لحم، بس الفرق بيني وبينك أشرب هشاف. هشاف صح بدن. لا والله عرض الله. أقعد دقيقة بس. دقيقة خليك جا اجلس. هنا مع الكاميرا، السلام عليكم. أقعد بس. الله يحيي للمجيء. اولا لن نسمح باي شخص يتعدى على فقرة السجن مهما يكون. معكم العبيد أبو محمد، أشوف ناس طاولة. شركة حذاقة للمحاماة لخدمتكم وتولي قضاياكم في الاستشارات القانونية والعقود السنوية وكافة الشؤون القانونية من معاملات تجارية أو عامة أو جزائية أو عمالية أو تنفيذ أو إدارية، ومتخصصون في قضايا التحكيم. تكون حزين ولا مبسوط، تكون رايق ولا متوتر، هذه الأشياء كلها ما تفرق. اللي يفرق معي أن في 8 أشخاص بينتقلون معي للغرفة السرية في منطقة النمرين، 6 أشخاص بيترحلون للبرايم و2 بيرجعون لاختياراتهم. حسب اختياركم أنتم ولا خلوها علينا. كل يوم خميس معي أنا وليد كشران في فقرة النمرين. احنا في الدنيا ندور لنا ظلال من الحر ومن الشمس، حتى سياراتنا ندور لها ظلال. نصيحة من أخوك، حط لك ظلال يوم القيامة. الصدقة